عايزين نروح دلوقتي لأبرز أرقام وإحصيات الفريقين قبل لقاء اليوم. اللقاء اليوم هو في الأسبوع 19، النهاردة الأحد، مباراة اليوم 29 ديسمبر، لقاء القمة بين الأهلي والزمالك مواليد 99، وبالمناسبة مواليد 99 بيلعبوا بطولة الجمهورية، يعني بطولة زي الدوري الممتاز. كل فرق الدوري الممتاز الموجودة في الدوري الممتاز أيضا موجودة في بطولة الجمهورية تحت 20 سنة، بطولة قوية جدا. عندنا جدول ترتيب مواليد 99، طبعا النادي الأهلي في الصدارة، لعب 18 مباراة، ومباراة اليوم المباراة في الأسبوع 19، النادي الأهلي فاز في 13 مباراة، تعادل في 5 مباريات، مفيش ولا هزيمة للنادي الأهلي، سجل 43 هدف ودخل مرمى 15 هدف، يتصدر النادي الأهلي جدول المسابقة برصيد 44 نقطة. يأتي الإسماعيلي في المركز الثاني برصيد 36 نقطة، فارق 8 نقاط عن صاحب المركز الثاني الإسماعيلي. إنبي في المركز الثالث برصيد 34 نقطة، طلاع الجيش في المركز الرابع 34 نقطة، والزمالك اللي هيواجه النادي الأهلي النهاردة في المركز الخامس برصيد 32 نقطة، بفارق 12 نقطة عن نادي الزمالك. بيراميدز في المركز السادس برصيد 31 نقطة، حرس الحدود في المركز السابع، سموحة في المركز الثامن، وإف سي مصر في المركز التاسع، أسوان في المركز العاشر، لتاج الحربي، مصر المقصة، الجونة، المقاولين العرب، وادي دجلة، الاتحاد السكندري المصري، وفي المركز الأخير 18 نادي طنطا. موقف الفريقين قبل لقاء اليوم، نادي الأهلي في الصدارة، لعب 18 مباراة، فاز في 13 مباراة، تعادل في 5 مباريات ولا خسارة، أحرز 43 هدف وعليه 15 هدف، وعن في حصيلة النادي الأهلي 44 نقطة. الزمالك في المركز الخامس، لعب 18 مباراة، فوز في 10 مباريات، تعادل في ماتشين وخسارة في 6 مباريات، أحرز لاعبوه 23 هدف وتلقى شباكه 22 هدف، في المركز الخامس برصيد 32 نقطة. الدور الأول ومشوار النادي الأهلي في بطولة الجمهورية مواليد 99، افتتح النادي الأهلي مواجهاته في الدور الأول أمام سموحة بالتعادل الإيجابي 1-1. في المباراة الثانية فاز النادي الأهلي في 100 عقبة على الزمالك 3-0، وكانت نتيجة كبيرة، فوز على 2-1، فوز النادي الأهلي على الجونة 1-0، فوز النادي الأهلي على الإنتاج الحربي 3-1، وفوز كبير النادي الأهلي على طنطا 5-1. أيضا التعادل الإيجابي مع إف سي مصر 1-1، فوز النادي الأهلي بنتيجة كبيرة على النادي المصري 7-3، فوز النادي الأهلي على وادي دجلة 3-2، فوز النادي الأهلي على أسوان 4-0. التعادل الإيجابي مع الإسماعيلي، كانت المباراة مقامة في ملعب الإسماعيلي 2-2، فوز النادي الأهلي على مصر المقصة 3-0. أيضا التعادل السلبي مع المقاولين العرب 0-0، فوز النادي الأهلي على بيراميدز في ملاعب الناشئين بمدينة نصر 2-0، التعادل السلبي مع طلائع الجيش 0-0، وفوز النادي الأهلي على إنبي 2-1، وفوز النادي الأهلي على حرس الحدود 2-1. الدور الثاني لعب النادي الأهلي في مباراة واحدة، كانت المباراة السابقة كانت في سموحة في ملاعب الناشئين في سموحة، وفاز بها النادي الأهلي بنتيجة 2-1. هنروح نشوف دلوقتي أيضا مشوار فريق الزمالك. الزمالك لعب زي النادي الأهلي 18 مباراة، افتتح نادي الزمالك مبارياته في الدور الأول بخسارة من اف سي مصر بنتيجة 3-1، فوز النادي الأهلي على الزمالك 3-0، فوز وادي دجلة على الزمالك 2-1، فوز الزمالك على أسوان 2-1، فوز الإسماعيلي على الزمالك 4-1، فوز الزمالك على مصر المقصة 1-0. أيضا التعادل الإيجابي مع المقاولين العرب 1-1، فوز نادي الزمالك على بيراميدز 4-1، طلائع الجيش فوز على الزمالك 2-1، فوز الزمالك على إنبي 2-1، فوز حرس الحدود على الزمالك 3-0، وفوز نادي الزمالك على سموحة 1-0. أيضا مع الدور الأول، فوز الزمالك على المصري 1-0، فوز الزمالك على الاتحاد السكندري 1-0، فوز نادي الزمالك على الجونة 2-1، فوز الإنتاج الحربي على الزمالك 1-0، وفوز الزمالك على طنطا بنتيجة 3-0. أول مباراة في الدور الثاني كان المباراة السابقة، لعب نادي الزمالك أمام إف سي مصر وانتهت بالتعادل السلبي 0-0.
هداف النادي الاهلي محمد فخري برصيد 12 هدف. محمد فخري هو الوافد الجديد من نادي غزل المحله، انتقل السنه السابقه من غزل المحله للنادي الاهلي، ما شاء الله بيقدم مستويات رائعه مع النادي الاهلي واحرز 12 هدف. يليه محمد شكري كابتن عمرو انور وظفه من مركز الباك ليفت الى مركز تحت المهاجم، ما شاء الله كمان سجل 11 هدف وبيقدم مع محمد فخري مستويات رائعه اللاعب محمد شكري. نشوف ايضا الجهاز الفني للنادي الاهلي الكابتن عمرو انور، وعايز اقف شويه عند الكابتن عمرو انور. كابتن عمرو انور ايضا تولى فريق شباب النادي الاهلي السنه السابقه، كان مواليد 97 وايضا حقق معاهم البطوله وقدم مستويات رائعه مع فريق شباب النادي الاهلي. ايضا كابتن عمرو انور موجود السنه دي مع مواليد 99 اللي اصبح شباب النادي الاهلي وايضا بيقدم مستويات رائعه واداء رائع مع هذا الفريق. كابتن عمرو انور مدير فني، كابتن ياسر رجب مدرب عام، كابتن احمد عبد الظاهر مدرب، كابتن ايهاب خميس مدرب حراس المرمى، دكتور محمد حسن مخطط احمال، والدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق، وكابتن محمد السيد اخصائي تدليك، وكابتن احمد عبد الله مدير اداري.